الطائرة التي كانت تقل المعارض الروسي نافالني أليكسي نافالني تحط في موسكو، ولكن في مطار غير الذي كان مقررا هبوطها فيه. وأفاد مراسل الحرة في موسكو أن قوات الشرطة الخاصة تنتشر بكثافة داخل محيط مطار فونوكوفا جنوبية موسكو، وهذا المطار الذي كان من المفترض أن تهبط به الطائرة. وهؤلاء كانوا بانتظار الطائرة التي تقل نافالني، كما تم منع أنصار المعارض الروسي من الوصول للمطار، واعتقلت الشرطة مجموعة منهم. كما كانت السلطات الروسية قد ألغت بعض الرحلات الجوية، وقالت إن السبب يعود لسوء الأحوال الجوية، ومنعت الصحفيين ومؤيدين نافالني من السفر من مدينة سان بطرسبورغ إلى العاصمة موسكو. إذن الطائرة التي كانت تقل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني لم تهبط في المطار التي كان مقرر أن تهبط فيه، وهو في العاصمة موسكو مطار فونوكوفا، وهبطت في مطار آخر ربما تجنبا لحالة الحالة التي نشاهدها الآن في محيط مطار فونوكوفا، حيث توجه إلى هناك مؤيدون وأنصار لنافالني. على إثر ذلك هبطت الطائرة في مطار آخر. نذكر بأن نافالني غادر العاصمة الألمانية برلين وهو يعلم بأن السلطات الروسية كانت قد هددت، وكذلك القضاء بإلقاء القبض عليه فور وصوله إلى العاصمة موسكو، وكان يعالج في ألمانيا منذ أواخر أغسطس الماضي بعد عملية تسميم اتهمت بها موسكو، محاولة تسميم لهذا المعارض الروسي البارز البالغ من العمر 44 عاماً. وهذه الصور مباشرة من هذه الطائرة والتي تقل نافالني، ويبدو أن الركاب يستعدون للنزول أو مغادرة هذه الطائرة. وكما هو معلوم أنصار هذا المعارض الروسي كانوا يقفون، وقد تعرض بعضهم إلى الاعتقالات في محيط المطار وهم بانتظار المعارض نافالني. ومن المعلوم أيضا أن السلطات كانت قد هددت المعارض الروسي أليكسي نافالني باعتقاله وإعادته مرة أخرى إلى ما وراء القضبان بعد وصوله إلى موسكو، ومع ذلك أصر على مغادرة برلين عائدا إلى بلاده. في محاولة للوقوف على تطورات أكثر وتفاصيل ينضم إلينا من موسكو مراسلنا فراس مرديني. إليك فراس. نعم بالفعل، يعني هبطت طائرة المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكن بدلا من أن تهبط في مطار فنوكوفا في جنوب العاصمة الروسية موسكو، هبطت في مطار شارميتافا وهو شمال العاصمة الروسية موسكو. الطائرة حسب موقع تتبع حركة الطائرات بقيت في الجو ما يقارب نصف ساعة يعني في عملية تغيير المطار، ومن ثم هبطت. طبعا هنا في مطار فنوكوفا في الجنوب كانت أعداد كبيرة من الحشود التي جاءت لاستقبال نافالني رغم التهديدات يعني من قبل السلطات الروسية بمنع هذه التظاهرات. طبعا بعض المحتجين استطاعوا الدخول إلى مبنى المطار، وقامت قوات مكافحة الشغب والشرطة الخاصة بإخراج البعض. كانت هناك عمليات يعني اعتقال للبعض والبعض الآخر، يعني كانت هناك ما بين عمليات كر وفر، يعني تنسحب عناصر مكافحة الشغب حين ومن ثم يعودون ويتم اعتقال البعض. الآن يعني هدأت الحركة بشكل عام في محيط المطار، لكن ما زالت هناك أعداد كبيرة في خارج المطار، وقوات الأمن والشرطة تقوم يعني بمحاولات لتفريق المعارضين. النقطة الأبرز هي الآن هو ما سوف يحل بمصير المعارض نافالني. يعني حسب السلطات الروسية سوف تتعامل معه على أنه مواطن روسي عائد إلى الأراضي الروسية وبحقه مجموعة من الأحكام القضائية، أي سوف يتم القبض عليه بكل الأحوال. لكن السؤال الآن آلية محاكمة نافالني، هل سوف تكون من خلال إيداعه السجن أم من خلال إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وهو هذا الاحتمال المرجح أكثر حسب بعض الأوساط، تتم محاكمته وهو في الإقامة الجبرية. وبالتالي الآن يعني النقطة الثانية وهي الهامة، هل سوف يتم التعامل مع نافالني على أنه خارج عن شخص روسي مواطن روسي خارج عن القانون، أم على أنه معارض سياسي ويتمتع بكافة الصفات التي تمنح للشخصية السياسية المعارضة؟ هذا ما نتوقع أن يعني تتم الإجابة عليه في الأيام القادمة. هل المسافة محمد. هل المسافة بين المطارين كبيرة؟ يعني ممكن لمؤيدي نافالني التوجه إلى حيث هبطت هذه الطائرة؟
طبعا المسافة جدا كبيرة، يعني عليه قطع موسكو تقريبا من الجنوب إلى الشمال، بأحسن الأحوال بحاجة لثلاث ساعات بالسيارة، وبالتالي من الاستحالة الحاقة يعني وجود المعارض هناك. يعني هي على رب يعني على ما يبدو أنها كانت مبيتة الفكرة، لأن السلطات الروسية يعني وجهت بأن المعارض سوف يصل إلى مطار فنوكوفا، وأرسلت القوات الأمنية، وهي بالإمكان يعني كانت أن تعلم أنها سوف تقوم بتغيير حركة الطائرة ومسار الطائرة لهبوطها في مطار شرميتفا. نعم، كيف نشير في هذه الأثناء إلى أن يعني ركاب الطائرة بدأوا على ما يبدو بمغادرتها، ومن ضمنهم بالتأكيد المعارض الروسي أليكسي نافالني. سنتابع يعني ماذا يعني سيحدث. عودة لك مراسلنا من هناك مرديني، يعني فيما يتعلق بالتفاعل الشعبي ربما مع هذه القضية، قضية نافالني، هل هناك يعني تفاعل حتى على مستوى يعني الصحافة ووسائل الإعلام؟ كيف تتناول هذه القضية، وهل من حذر في التعامل مع قضية معارض روسي مثل نافالني؟ طبعا يعني بالنسبه للتفاعل الشعبي يعني كما رايت هناك اعداد كانت موجوده، رغم طبعا الاشاره الى ان يعني اليوم هو درجات الحراره حوالي 30 تحت الصفر، يعني ومع ذلك اصر البعض من مؤيدين نافالني بالقدوم الى هنا. لكن فيما يتعلق بالتعاطي مع قضيه نافالني، يعني انت تعلم ان قضيه نافالني يعني اصبحت موضوع سجال دولي، يعني وخاصه ما بين روسيا وبعض الدول الاوروبيه. المطالب الرئيسيه هي الآن من يعني قبل الأطراف المؤيدة لنافالني أن لا يتم تسييس القضية. روسيا تتعامل مع قضية نافالني حتى الآن لا تمنحه صفة المعارض، وبالتالي هي تتعامل معه على أنه مواطن روسي وبحقه أحكام. يعني عندما يتم الآن الاعتراف من قبل السلطات الروسية على أن هذه الشخصية هي معارضة، وبالتالي يعني هناك إجراءات أخرى سوف يتم التعامل معها. طبعا لابد من الإشارة أن نافالني يحاول الترشح إلى مجلس الدوما والانتخابات يعني القادمة، لكن عملية وضعه تحت المحاكمة أو الإقامة من الجبرية سوف تمنعه من دخول مجلس الدوما وهو مجلس البرلمان الروسي، وبالتالي يعني التعاطي مع قضية نافالني حتى الساعة لا تأخذ الأبعاد يعني كما هي في الغرب، لكن تتعامل معها الأوساط الإعلامية الروسية على أنه قضية يعني قضية رأي عام، شخصية مطلوبة تراها السلطات الروسية، شخصية مطلوبة جنائيا، تراها بعض الأوساط المعارضة أنها شخصية وتمثل شريحة كبيرة من شريحة المعارضين، وبالتالي يعني الآن يعني ننتظر كيف سوف تؤول الأمور. لكن يعني حسب توقعات وبعد الاستنتاجات ومن خلال بعض الأحاديث يعني أن نافالني سوف يودع السجن وتبدأ العملية يعني يعني اندثار قليلا فقليلا. نعم محمد. نعم فراس، نحن نتابع هذه الصور مباشرة. نذكر مشاهدينا بأن هذه الصور لأليكسي نافالني نشاهده الآن على الشاشة، وعلى ما يبدو قد غادروا الطائرة واستقلوا هذه الحافلة باتجاه المطار، حيث من المفترض أن تكون إجراءات الخروج من المطار. سنترقب ما الذي يعني سيحدث مع المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني. هل ممكن فراس أن نذكر بما جرى مع هذا المعارض الروسي؟ وجئت على ذكر الانتخابات، كان في طريقه يعني آنذاك في أواخر أغسطس الماضي ربما في هذه يعني في إطار حملة انتخابية، كان في طريقه من سيبيريا إلى موسكو وتعرض لإعياء وتعب، أدخل على إثر ذلك إلى المستشفى، وبعد ذلك من ضغط مقربين له نقل إلى برلين في ألمانيا. هل يمكن أن نذكر بما جرى مع هذا المعارض الروسي؟ نعم بالفعل، يعني المعارض الروسي تعرض إلى عملية تسميم بالمواد المشعة، طبعا تم على أثرها دخوله إلى أحد المشافي الروسية، لكن زوجته تقدمت بطلب لنقله إلى ألمانيا، وباستثناء خاص من الرئيس فلاديمير بوتين تم السماح له بمغادرة المشفى والتوجه إلى ألمانيا. عند وجوده في ألمانيا كانت هناك نقطة السجال السياسية، وتحولت قضية نافالني إلى قضية رأي دولية، وبالتالي
السلطات الروسية حاولت جاهدة وتكرارا يعني مطالبة الجهات الألمانية بالاطلاع على سير التحقيقات وسير العلاج الطبي لموضوع نافالني والأدلة والتحقيقات التي قامت بها ألمانيا. الجانب الألماني يقول أنه تم التعاون مع الجانب الروسي وتم تزويده بالمعلومات المطلوبة. الجانب الروسي يقول أن تلك المعلومات التي قدمها الجانب الألماني ليست بالمعلومات ذات تأثير وليست تلك المعلومات التي يعني تم التساؤل عنها من قبل الجانب الروسي. طبعا ومن ثم تحولت المسألة إلى مسألة تبادل العقوبات ما بين ألمانيا وروسيا من جهة، وبعض الدول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا أيضا وضعت بعض الشخصيات الروسية على قائمة الممنوعين من الدخول، وردت روسيا بالمثل وتفاعلت يعني وصلت إلى تفاعلت قضية نافالني ووصلت إلى موضوع تبادل العقوبات الاقتصادية. لكن السؤال يعني الأكثر طرحا الآن يعني في الأروقة هو ما لماذا عاد نافالني وهو يعلم تماما أنه مصيره السجن، والسلطات الروسية دعته في المرة الأولى كي يعود إلى الأراضي الروسية، ومن ثم عندما لم يعود تم توجيه إليه مجموعة من الاتهام وأصدار حق بتوقيفه عند دخوله المطار، عندها عاد المعارض نافالني. وهنا السؤال يا هل ترى هل دفعته السلطات الألمانية للخروج من الأراضي الألمانية عندما اكتشفت شيئا ما يعني بخصوص قضية القضايا الجنائية لديه؟ هل كانت هناك يعني دوافع أخرى لعودة نافالني؟ بعض الآراء التي هنا سألناها أن لماذا يعني عاد نافالني وهو يعلم أنه قد يكون مجبرا على العودة؟ يعني بعض يعني هنا مجموعة من التساؤلات عن عودته في هذا التوقيت بالذات. يعني بعض المقربين من نافالني هنا يعني عندما سألناه لماذا يعود الآن وهو يعلم أن مصيره السجن، قالوا أن في حال بقي في أوروبا تمام أو في ألمانيا تحديدا سوف يفقد الشعبية له وخاصة شعبيته السياسية، لأن عندما يترك روسيا الأراضي الروسية ويقيم في أوروبا خارج الأراضي الروسية لفترة طويلة هو سوف يفقد تلك الشعبية السياسية التي استطاع الحصول عليها، وبالتالي سوف يعني يبقى معارض في الخارج ويعني الأمر الذي لا يريده المؤيدين له. وبالتالي نافالني الآن أصبح بنظر المؤيدين له هو بطل عاد إلى الأراضي الروسية، رغم معرفته أنه يعني ربما سوف يكون هناك محاولة تسميم أخرى أو اغتياله أو بطريقة ما سوف يودع السجن. يعني حسب الأحكام الصادرة أو التهم الصادرة إليه سوف يلقى من 5 إلى 10 سنوات بالسجن يعني بعد محاكمته طبعا في حال لم يتم تسييس العملية أيضا. طيب على ذكر الأنشطة السياسية، هل يمكن الوقوف على يعني الأهمية السياسية لنافالني كمعارض للنظام الروسي، يعني نشاطاته، الأحزاب التي انتمى إليها، أهميته السياسية كمعارض؟ يعني نعم، يعني حقيقة الآن يعني نافالني هو لا يشكل تلك القوى السياسية على الأرض في روسيا، وأنت تعلم يعني القوى المعارضة الروسية هي نوعان، يعني إما القوى تعتبر المرخصة ومنطوية يعني في إطار السلطة الروسية من أحزاب يعني سواء الحزب الشيوعي أو الحزب الليبرالي، أو عن يعني مجموعة من التجمعات يعني لا يطلق عليها أحزاب، يعني لا يمكن الحديث عن تجمعات كبيرة وهي عبارة عن تجمعات صغيرة لفئات عمرية معينة تمارس النشاط السياسي. المشكلة الكبرى بقضية نافالني أنه عندما تم يعني موضوع تسميمه، يعني كانت هناك التصريحات الروسية أن نافالني لم يكن مدرجا ضمن قوائم الشخصيات السياسية المعارضة، وإنما هو لا يحمل سوى صفة المدون وله متابعين على الفيسبوك. يعني عملية نافالني برأي الحكومة الروسية هو ليس مجرد بلوجر، يعني هو مجرد ناشط ومدون، يعني لا يحمل الصفة السياسية بكل تفاصيلها. ولماذا اكتسبت قضيته كل هذا يعني الصخب؟ نعم، قضيته اكتسبت هذا الصخب لأنه يعني أولا هو يعمل كان بالأساس مؤسس للجمعية غير حكومية روسية، وأنت تعلم يعني في روسيا هناك الفئة العمرية التي ولدت ما بعد مرحلة التسعينات يعني بحاجة إلى أي شخصية سياسية، بحاجة إلى تغيير سياسي، بحاجة إلى من يقودها اتجاه التغيير السياسي. وبالتالي ظهور نافالني وعملية التسميم تمام والضجة الإعلامية التي رافقت
عملية أحداث نافالني، سواء من دخوله المشفى ومن ثم نقله ومرحلة العلاج، يعني لقت تلك التفاعل، وبالتالي زادت شعبية نافالني، وخاصة أن مثل تلك القضايا يعني تثير حماس الشباب بشكل أو بآخر لدى الشارع الروسي، وبالتالي يعني أخذت قضية نافالني الأبعاد. لكن هو حتى الساعة يعني لا يمكن الحديث عن معارض سياسي بكل تفاصيل ما تحمله الكلمة من معارض سياسي، وإنما هو كان مدون يعني وله متابعين، نعم له شعبية بجميع المدن الروسية، لكن لا يمكن الحديث عن قوة سياسية، يعني لا يمكن الحديث عن شخصية ممكن أن تنافس إذا أردنا القول الرئيس الروسي أو تنافس على سلطة معينة. ولكن عودته الآن إلى روسيا مع هذا التجمع، يعني لربما هناك يعني تبقى هذه النقاط، يعني هي الأسئلة فعلا المطروحة للإجابة عليها بعد عملية وصوله وإلقاء القبض عليه. ماذا سوف يحدث؟ كيف سوف يتم إدعاءه؟ هل سوف يتم إدعاءه السجن بالتهم التي ملحوقة؟ فراس، يبدو أن الحافلة في هذه الأثناء قد وصلت، وهي التي تقل نافالني، أليكس نافالني كما نشاهد، وهذه الحافلة تقله إلى المطار، حيث من المتوقع أن يبدأ الإجراءات هناك، أو من المتوقع أن يلقى القبض عليه السلطات هناك. نتابع مباشرة هذه الصور إذن لوصول المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي كما ذكرنا كان في رحلة علاج في ألمانيا لمدة يعني بضعة أشهر من أواخر أغسطس الماضي تقريبا، وها هو قد عاد اليوم رغم كل هذه التهديدات لنافالني بأنه سيتم اعتقاله فور وصوله إلى المطار. وهذه الصور نتابعها إذن من المطار الذي وصل إليه للتو نافالني، وهو يدخل إذن قاعات المطار، هذا المطار في شمال موسكو. ونشير بأنها أو نذكر بأنه قد تغيرت وجهة هذا المطار من إحدى المطارات في وسط العاصمة أو في جنوبها إلى شمالها، بعدما تجمع عدد من مؤيدي نافالني في محيط المطار التي كان مفترض أن تهبط الطائرة فيه، وكان هناك أيضا محاولات لمنع وصولهم إلى المطار وحتى اعتقالات بحق بعضهم. والتساؤل كما ذكر مراسلنا في موسكو قبل قليل فراس مرديني وما زال معنا، عن يعني عودة نافالني في هذا الوقت وهو يعلم بأن السلطات قد تعتقله وهو مهدد بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، ومع ذلك قد عاد إلى موسكو. وهذه إذن الصور نتابعها فراس. طيب يعني في الآن إذا ما تم يعني اتهام نافالني والحكم عليه بالسجن كما ذكرت من مدة من 5 إلى 10 سنوات، برأيك ما هو موقف مؤيدي نافالني؟ ما الضجة التي يمكن أن يحدثها هذا الحكم عليه؟ يعني هنا لا يمكن التكهن بشكل أو بآخر، لكن يعني أعتقد يعني لا نريد الدخول بتحليلات حاليا يعني لكي لا نستبق الأحداث، لكن أتوقع أنه ولكن يعني يتحول إلى يعني رمز من الرموز. نعم. القصد هنا يعني حجم الشعبية والتأييد العريض لنافالني الذي يمكن أن يثار إذا ما حكم عليه بالسجن لهذه المدة. لا أعتقد يعني أن يعني كما قلت يعني لدى نافالني يعني يوجد لديه تلك الشعبية، لكن ليست بالشكل الكبير التي يمكن تحدث تأثير أو تغيير في الشارع السياسي الروسي. يعني لرب نعم، وبالتالي يعني جميع ما يمكن حدوثه يعني خروج بعض المظاهرات هنا أو هنا كما هو معتاد يعني وتم الاعتياد عليها. يعني سكان العاصمة الروسية موسكو أصبحوا يعلمون أن هناك بين فترة وأخرى تخرج تلك المظاهرات ويتم التجمع في مكان، وتأتي قوات الأمن والشرطة ومكافحة الشغب وتلقي القبض على البعض، تودعهم بعض أيام في السجن ومن ثم يعني يغادرون، وبالتالي تنتهي القضية هنا. يعني لا أبعاد كبيرة يعني لموضوع مسألة اعتقال نافالني، وخاصة أن يعني متوقع أن يتم اعتقاله لفترة طويلة. نعم، فراس مرديني مراسلنا في موسكو، شكرا لك على هذه التفاصيل. ونختم بهذه الصور مباشرة إذن من مطار في شمال موسكو، حيث وصل للتو المعارض الروسي أليكسي نافالني، ويبدو أنه في تصريحات مع عدد من الصحفيين في قاعة المطار التي وصلها للتو. وبالتأكيد سنتابع ما مصير وما سيلحق بهذا المعارض الروسي نافالني بعد وصوله إلى موسكو.